جود مورنينج جود مورنينج انطوني الحيل. صرت فلقنا بالاكسبيرينس على الطياره. بعرف انا فلق حالي بس كثير بحبها. صرت بقعد بالطياره وشوف الطياره والقهوه اللي بدها تجي والتمر بعد شوي وكاسة الشامبانيا الروزيه اللي فتح القنينه قدامنا هلا وسمعت عم بق. وبخبركم انه هاي اند من هول الواينز اللي تنشوف اذا 2006 اليوم 2006 او جايبين شي تاني. اكزاكتلي الكسندرا روزي 2006 لوران بيريه ماي فيفورت شامبين ايفر. فرح اشرب كيس هلا كيس على الطيارة تانية. رح نبلش فيديو اليوم مع بعضنا. ما بلشته من المطار، كنت عم بحكي مع الشبيبة مع بشار المسؤول عن اللاونج. شو هالناس، شو هالاحترام، شو هالتهذيب. اول طيارة قطر ايرويز منعوا من اير. بعدين تاني طيارة رح تكون A380 طابقين دبل دكر، وعندي سربرايز لإلكن. رح نصور شي جديد اليوم فبليز حضروا الفيديو على الاخر. ورح نعيش الاختبار كله سوا. بداية تعرفتوا عليهم، ما رح اجي اخبركم عنهم، ان كان نيوزيلند واين ان كان الاستراليا واين. هن زيتون غيروا شوي شاتو مالاتيك لاغرافير دومين فيتيكول دو لا فيل دو كومار. غيروا غيرنا كل شيء. بقي سوفينيون بلان سانكلير، بقي بنفولدز اوف استراليا. شو رح ناكل اليوم؟ خلينا نحضر احنا سوا. اكيد رح ناكل الميزه، اكيد اكيد ما شلوها عن المنيو. اكيد هات نشوف. رح نبلش بخبز سوب اوف ذا داي ابيتايزر كلاسيك عربيك مزي وسبيتا بريد. هوهو يس. رح ناخذ شو رح ناخذ؟ رح ناخذ جريل سبايت برونز انجس بيف. اوكي المنيو قطع علي بس طيب. سامن فيليه. رح نرجع لكم بعد شوي لتكون عطتني التمر لانه الكرو ممنوع يبين. رجعنا. لكن الاكل بالتفاصيل بعتقد رح اخذ او الانجس بيف تندرلوين او السامن فيليه وتالياتيل باستا. اكيد ايه عبالي تالياتيل اور مشروم ارانشيني وتوميتو بيزل راجو فيجن. وفي دائما الصحن اللي بشرب ابعد عنه بعتقد فيه بصل فيه طوم كتير، اللي هو قطري تشيكن مشبوس وذ داكو سوس اللي هو الشيف تميمي القطري. اوكي انترستينج ستارت. تاول جبتيك قهوة سخنة تمرة بجمعهم بصير صفرة صفرة. and cheers to a great start. الموسيقى اللي بتشوفوها in the background منا يوتيوب copyrighted الحمد لله، فبتطلع in the background ومنيحة. عم نجرب اليوم، جربت كل شيء، جربت الميكرو تحت فوق directional ضجة الطيارة مجبورين فيها شو بدي اعمل. فرح نجرب اليوم بنيو مايكروفون مخبى هون. لبست له قميص كرمال سقط على القد تنقدر نعيش سوا الاختبار. 3 ساعات ونص على قطر، 3 ساعات بقطر and then 14 ساعة. برجع بقلكم في مفاجأة، خليكم على الاخر. استراليا هي رايكم. صار وقت نمشي، صار وقت نقلع والقعدة كتير حلوة. ما فيكم تعرفوا قديش مبسوط انه يكون في ضوء، لانه اجمالا كل التصويرات اللي بصورهم بالليل شبابيك مسكرة، الناس كلها مسكرة شبابيكها، الضوء من فوق الاصفر، الضوء كتير حلو جاي من برا. الكابن حلوة كبيرة. نحن اليوم على مبدئيا 350. هلا بجاوبكم بعد شوي او 787 يلا دقيقة. ذا نيو تكنولوجي، الشبابيك اللي بيفتحوا على الكهرباء بتكبسوها بتطلع بتنزل. في عندي هون الحريم، عندي كهرباء، عندي يو اس بي بلوج، عندي قعدة حلوة مريحة بترجع تخت مع الجورة اللي قدامي كرمال اقدر مد اجري. هون فيني عليها تلفزيون كتير كبير، جويستيك مع كمان فينا نحضر عليها او نحط عليها كل التفاصيل، كهرباء. وهيدا اللي كنت عم فتش عليه. نحن على 7878 سو ذا سمول 787 يلي هي بوينج وذاتس ذا تريب. قعده حلوه قدام على الطرف، مش اثنين حد بعضهم واحد، هي بتجي 1 2 1 وجهي قدام، ثلاث شبابيك قدام مفتوحين. عم بقدر ارجع كل شيء برا. القعده حلوه ومريحه. الطياره بتعقد فعلا، الطياره ولا غلطه. خلينا نحكي بالاستقبال، الاحترام. استقبلني الشيف اوف كابن اول ما فتنا، قال لي هيك عن جد كيف بعقد، يا ريت فينا صورهم، يا ريت فينا صورهم بس ممنوع.
واصل على الباب قال لي I know you, I know you, I know you, I follow you. Wow. Anything we can do for you. بعقد عن جد. أنا كنت فكر بيعرفوني بس على ميدل إيست بس تلو هون. بعدين إجا الستاف كله سوا بيركع حدكم شو بتحب تاكل مسيو بياخد نوت. بدكم تشوفوا قديش اعتذر قديش اعتذر كمية الاعتذار كيف ما لقى لي سامن قديش اعتذر. قلت له تكرم فاين بياخد لحمة مش مصيبة everything happens for a reason يمكن فيهم توم. الشامبان بتحب قهوة بعد شو بحب جيب لك سباركينج كوك كيف بتحبهم؟ قلت له بشرب شامبين كل الطيارة. قال لي لا ما بيصير عم تطلبت لحمة خليني ذوقك شيء بيض أحمر طيب. every single detail مثل كأنكم قاعدين ب 5 star restaurant experience going on for 3.5 hours. ما فيكم تفهموا قديه إلا ما تختبروا هذا الشيء. it's not any normal travel in comparison مع غير شركات وما بدي سميهم. الأكل وجبات والقعدة عادة وحرمات ما منحطهم تنوفر welcome gift لشو هون عم نحكي عن elevating travel to the next level وربحانين best airline in the world for the 7th year in a row مش بالغلط وبيستهلوها all in until حدا بيقشطن إياها. عم ينحكى مؤخرا انه نيوزيلند اير معقول يربحها والكل ناطر تيشوف the new رياض اير شو رح تعطي. الاحترام وثم الاحترام وثم الاحترام. professionalism على الماكسيموم. professionalism على الماكسيموم. طلع لي ديفيد عم بيهتم فيي من بولند. مش معقول الاحترام مش معقول التهذيب الضحك الابتسامة التفاصيل النبيد. قلت له عن جد قلت له ديفيد واو. قال لي I hope you say the same at the end of the flight. ولا شوفت حال ولا مش معقول مش معقول مش معقول. النبيد رائع. أول مرة بشربه أول مرة بدوقه أول مرة I adventure into an American wine هيك super special very woody very hardcore full bodied beautiful. بعيد عن أوروبا مثل هون و ما عرف إذا عم أشرب ويسكي أو عم أشرب بيد earthy top. and then الفوطة نوعيتها عظيمة خفيفة ناعمة كبيرة I love it. and then إجا الخبز السيجنتشر بريد اللي بيجوا ثلاثة مع بعضهم اللي تعرفتوا عليهم بتعرفون صرنا عاملينه عدة مرات. إمرز بحط جارليك بريد ما بعرف ليش هون عنا إياها. هذا الصحن اللي دقته 4-5 مرات أولادي ما بيمنع رح نعتبر إنه في ناس أول مرة بتطلع على الطيارة. خبزة خفيفة طرية الزبدة مهمة كتير. الزبدة بهار إذا قدرت تعملها بيد وحدة فرجيكم بس ملح and then we enjoy. رح أص تعملها هيك nice grinding زيت زيتون fresh very fresh fluffy warm. ولا ناس ما قلت قول انه طب ليش ما بيطلعوا فوق سوريا كانوا وصلنا اسرع. ما بده يوصلوا اسرع مبسوط على الطريق بعدنا عم نلف بعدنا بالبحر تخيلوا بيظهر صيدا قبرص بيلف قبل قبرص بدنا نلف نزول ونرجع بس انا مبسوط. سكالبس جرين توميتو شريم امباكبل. عم جرب صور الصحن بلا ما اقطش راسي وعم جرب ما اقطش راسي وصور الصحن ما كتير عم تزبط even though عم صور very wide angle. وصل الصحن الحلو مرتب كريم. وصل الصحن اللي هو المين ديش توداي. اوه
gratin dauphinois. Flavors, rich, amazing flavors. لحمة على القص. قسي شوي. مندوق. Super juicy, super flavorful, super tender. And my favorite mustard. البوتيتوز بعقده. عم بيرجع عن بيت. زين فاندل ما كتير بشرب منه، ما كتير بيطلع قدامنا. An 80 years old grape. كاليفورنيا. USA. Rich red fruits, plum, berries, wood, metal. Very good one. Very good one. أكلت طيبين. شو بدنا ناكل هلا على أستراليا؟ هلا اتغديت هونيك، بتعشى غير هلا مشيت باللاونج. توب. عم بحضر فيلم طبعا أنتوني بوردان، توني بوردين، على نتفليكس. البرودكشن باي سي ان ان. وكل الوقت بيرجع بعيد وبعيد وبعيد وبقول انا بسافر 250 يوم بالسنه. ماي دير فريند انتوني الله يرحمه بسافر قدك. فعن جد برجع بفكر انه من بلد صغير اسمه لبنان، من اصغر بلدان العالم، عم بقدر روح ابرم العالم، فرج العالم بلغتي اللبنانيه، بلغتكم. عم بقدر احكي لبناني وفرجيكم هون وهون وهون النجاحات، الاشخاص، الابطال. وان شاء الله هذا الشيء ما يوقف، عبالي كفيه للاخر. ونضلنا نقدر هال 16 مليون لبناني نجمعهم مع بعضهم، ننجمع مع بعضنا، نعرف بعضنا، ندعم بعضنا، نعرف مطاعم بعضنا وشغل ببعضنا وشركات بعضنا، نتعرف على بعضنا. وهذا الشيء جمعتنا اللي بترجع بتبنينا طالما دولتنا رايحة وبلدنا سياسته عاطلة. Just saying. Great movie. Great, great movie. هو دوكيومنتري. عم بحضر. ليش مش عم بحضر على السكرين الكبيرة؟ لأن حفظتهم. ما غيروهم صار لهم كثير زمان. No worries. داونلود نتفليكس احضر. بالاخر بتخلص بي ديبتيك لانجات ريفرشنج، حتى كتير حلوه. زبطت الكرسي، رح اقعد وقضي ساعتين الجايين تنوصل ونغط بقطر وفرجيكم اللاونج عن جديد اللي بتعرفوه. And prepare for the next trip and surprise. هذا المحل هو اللي محل بكون قاعد وحدي عم فكر، بكتب، بقرا، بخلص ايميلاتي، جرب ما اعمل كونكشن على الانترنت تكون هيك ديسكونكتد، ونحضر حالنا سوا للسفره اللي بعدها ل 27 يوم والعانه باستراليا. ولا نهار رياحه. بتعرفوا الجمعة الماضي كنت بفيينا، وبفيينا التقيت باشخاص اللي عرفت بشير مطر بالقاعة. قلت له ايه يا عمي، والعالم قديش صغير، بتلتقوا بناس هون وهون 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 وبرمي. قال لي وبتعرفوا لابن عمي الثاني اللي هو دي جي؟ استحيت، طلعت بالارض وقلت له ايه سمع فيه ما بعرفه. واز هلا بالمطار بسمع صوت من ورا، صرخه كبيره كثير. يا انتوني قلت خير برمت. قال لي انت كنت عند ابن عمي؟ عند ابن عمي بفيينا. مش بس هيك، طلعنا عزيت الطياره. وهو كمان واحد من هول الاشخاص العظيمين يلي اشتغلوا للبنان مع لبنان، ليبانيز هيروز. وببرم العالم تفتش على الابطال لبنان وكيف بدكم وين، بالطياره، قطر ايرويز، بالطياره، باللاونج. على الوقفه رح نعمل انترفيو صغير واعرفكم على اي دي لوغرام، ويخبركم من الاول معنا وقت، معك شيء، ما عندك شيء، ويخبركم هو مين، شو بيعمل، وكيف
هو عم بيعرف وبلا ما يعرف عم بيحمل اسم لبنان عالي، بس هو مش بالاكل، بالموسيقى، مع انه الكرشي كبير شوي وشكله بياكل منيح. حسيت حالي امبراطور يعني. اول شيء عن جد ريلي ما في حكي يزيده عن الحكي اللي انت حكيته. انسان راقي وانسان فنان وانسان مثقف، واسمح لي اقول لك عن جد بكل بساطه شخص يعني فيني اقول عنك بكل صراحه ابن بيت، ابن بيت بكل معانيها على اللبناني. ايه الي الشرف، وهيدا من المقابلات اللي عن جد احبها على قلبي هيك صارت. و بصراحه يعني شو بدي اقول لكم، ايه امبارح قولت امبارح هي القصه انه كان بفيينا وعند ابن عمي، وانا هديك الجمعه كنت بفيينا. اوكي طلعت فيينا قطر، جيت بيروت، بدي اقول لابن عمي بيقول لي شفت انتوني وكذا وعم نعمل قصه وروايه، قلت له هيدا هو اللي بدنا اياه. يعني اذا انتوني فات على المحل، المحل صار ضرب مش بالكره الارضيه، صار حلق. واذ شفته بالمطار انتوني عم بيحكي مع صديقي، قلت له فاتين على الجيت وعم بيعيطوا لنا لاله ولالي، والله العظيم ادي مطر وانطوان وما بعرف شو. قلت انا انطوان؟ مين انطوان؟ شفته بوجهي، قلت له انطوان. قلت له انت كنت عند ابن عمي امبارح ولا لوين رايح؟ هي قال لي عم لي هيك رايح على قطر. قلت له انا رايح على قطر، تعال 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 نصور. وهيك صار. انت مين واي سنه بلشت؟ انا مين؟ اعوذ بالله من كلمه انا. انا مين؟ انا بسيط، انا ادي لوغران. اسمي الحقيقي هو ادي، ادي مطر. بالعكس بعتز وبفتخر بعائلتي. انا من منطقه القاع بالبقاع، المنطقه اللي رحت صورت فيها واللي حبيتها كثير والاحبها على قلبك، وهيدا بيتك الثاني. وصديق رئيس بلديتنا حبيب قلبي ابن عمي استاذ بشير مطر. انا شخص مثل كل هالناس بلبنان طموح من انا وصغير، بحب اوصل، بحب ضلني اطلع على السلم. يعني ما بقول لا شو ما كان، ما بقول لا. الحمد لله عملت حالي بحالي بمصلحه الميوزك اندستري، دي جيينج وبرودكشن هاوس وبوكينج دوت كوم لكذا فنان، واصحاب بعض الفنانين، وسفر وشغل واستوديو واصحاب وميوزيك وكل شيء وتنظيم حفلات. وانا اي واز بارتندر، وصلت للي انا بدي اياه بالمصلحه. بلشت بمصلحتي بسنه 88 لحتى اي جرو اب، ولو وصلت للي انا فيه بجهودي الشخصي. وفي ناس كانوا واقفين حدي، ولكن واقفين حدي بمجرد بس انه دعموني ك معنويا. ميشيل الفترياد اسمه اكبر تحيه، محل اسمه امور ليبرتاد، بلشت القصه بال 97 وبلشت من هيدا البار، صرت اعمل شو وانتقلت. وبال 94 بصوت الغد، وبتشكر وديع ابو جوده، وبتشكر كذا حدا وقف حدي مثل دي جي مايك طعمه يلي كمان اعطاني هيدا البوش، وقدر من خلال الدي جي تعلمت شوي شوي ولصرت انترناشونال وصرت مشهور والحمد لله كثر خير الله. ادي اذا بدك توصف حالك بموسيقتك انت، شو الموسيقى اللي بتحبها؟ شو هي؟ شو كيف موسيقتك بتوصفك؟ The man who will amaze you with everything he does. The most popular DJ. The DJ who is for everyone. انا زلمه خلقت بهالدنيا وبشكر ربي على هالنعمه، وبشكر اهلي كمان، خلقت فابسط العالم وانبسط. يعني انا ما فيني فوت على حفله اذا انا بشوف حدا موجوع، بدي ضحكه، بدي رقصه، بدي يعني. انا كل الفنانين بيعرفوا، كلكم بتعرفوا انه اي فنان بيكون على المسرح بيغني بيطلع فيه هيك، بتعمل بس قطشه، بقول له انا بطلع بقول كلمتين ار ان بي او كذا هيك، بولع المحل، بشيله، بحط، بنزل، بعمل قصه بالمحل، بعمل خبريه. الحمد لله. يعني مثلا مثل الفنان جو اشقر، وجه له اكبر تحيه، هذا صديق وخي. جوخ ما بيقدر يشوف ايدي لوغران عنده بالمحل، بمحلات بالكاسينو او بشو محل عم بيغني، او اي فنان اللي كان. اوكي يعني حتى مره وديع الشيخ بوجه له تحيه، ما كنت كثير بعرفه، عم بيغني على المسرح، جيت طفشت الميكرو، بلشت انا وياه، قال له بس بتركوه، وانبسط معي. يعني شيء انه ما فيك الا تكون على طبيعتك. انا زلمه على طبيعتي وبيحبوني العالم لاني على طبيعتي، وبميوزيكتي انا مميز. يعني اوكي في دي جيز كل العالم خير وبركه، بس ولكن انا عندي ميزتي انه بعرف دكتور نفساني، فيني اقول لك دكتور نفساني بالموسيقى. يعني مش مين ما كان بيقدر يكون دي جي، يعني
مش في مكان بيكون طباخ، فيك تقلي بيضتين بس ما بتكون طباخ، فيك تقلي بيضتين بقلب البيت، فيك تعمل بطاطا مقلية بالبيت، فيك تعمل سلطات بالبيت، بس ما فيك تكون طباخ بنايت كلوب أو طباخ بريستوران سانك اتوال، فيك تكون بس ولكن ما فيك تقول أنا زلمة لو وصلت تعبت كتير لو وصلت، والحمد لله كتر خيرها وبعد بقول بعد عم بتعلم وباخذ خبرة والحياة حلوة. لبنان بالقلب كيف تاخده معك بالعالم؟ لبنان مش بس بالقلب، لبنان انا عن جد مش هي منا بس لانه قدام كاميرا، لا انا بفتخر اني لبناني وصار لي اني يكون معي باسبور تاني بالحياه وما قبلت ليه، لانه عن جد بفتخر اني لبناني وهيدي الارزه لو انا مثلي ومتيلي بس عن جد بفكروا دايما انه بس تطلع الطياره ويدبوا جوانح يعني يدبوا شو بيقولوا دوليب الطياره وتطلع الطياره من مطار لبنان، والله العظيم تعرف شغله اللي ما بيعرف قيمه لبنان ما يعيش بلبنان، اللي ما بيعرف قيمته ما يعيش فيه للبنان. بدنا الناس اوكي انا ما بدي احكي سياسه ومش لقلي السياسه انا بحكي فن بس ولكن بضطر اني احكي سياسه لمره واحده بتاريخ حياتي، ما تصدقوا حدا وما تردوا على حدا، انتوا حافظوا على لبنان، لبنان حلو بناسه بشعبه لو شو ما كان يكون، وبصراحة ما عم بمزح نحن اللبنانية بحاجة انه عن جد نفكر لمرة واحدة انه هيدا البلد لنا وعم بياخدوه منا عم بينشبوه منا يعني عم بيسرقوه منا غصبا عنا، ما لازم نخليهم، نحن كشعب لبناني ما لازم نخليهم. ايه مليار بالمية بنفتخر اني لبناني، ايه مليار بالمية بفتخر انه معي باسبور لبناني، ايه مليار بالمية كل لبناني خلق بلبنان لازم يفتخر ويبوس الارض وينخ ويقول كتر خير الله لاني لبناني. عم بحكي جد وانا بفتخر بناس مثلك عم بتطير وعم تصرف وعم تهلك وعم تتعب وعم بتروح وعم تحمل كاميرتك وشفتك كيف عم تتعامل وشفت العالم قد ايه بتحبك وقد ايه عم تتصور معك وانت عم بتقدم شيء حلو عن لبنان. فيك انت مطعم فيك انت هذا البزنس اوكي هذا بالنهايه اتس بزنس بس لا انت انا ما بشوف من خلالك انت بس هو اتس بزنس، انا بعرف قديش هيدي الركيل اللي عندك اياها او 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 المتعه انت وعم بتقدم الاكل انت عم بتدوق انت وعم انت عم بتفسر انه الاكل اللبناني شو طيب. ثانك يو سو ماتش ثانك يو سو ماتش. الاكل اللبناني قديش هو طيب قديش هو مفيد وقديش في عنا ناس بلبنان مخفيين طلعتهم مثل فرن صغير تحت الدلفه مثل ما بعرف هيدا الشارع ما بعرف شو هيدا البلكون كيف هيدا الاوتيل هيدا المطعم هيدا المسمكه هيدا الانسان اللي عمره 60 سنه اللي ملتعن سلافه قاعد عم يشتغل ما حدا عم يفكر فيه. جيت ضويت على ضيع يلي الدوله اللبنانيه ما دورت عليها بس في انسان اللي بحترمه الله يرحمه مين بتعرف مين هو؟ رياض شراره. انا بشوف فيك المرحوم رياض شراره يعني نوعا ما من هيدا الانسان العبقري الانسان اللبناني اللي بنفتخر فيه اللي كان يطلع من ضيعه لضيعه. انا بفتخر انت من يعني انت من ريحه المرحوم رياض شراره بشوف فيك هيدا الشيء وانا عن جد بحترم كل اللي عملته وثانك يو سو ماتش عن 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 الي ابن عمي الي مطر يلي هو البزنس مان اللي انا كثير بحترمه يلي هو ابن عمي وخيي ونحن كثير انبسطنا بإلي صار بس عن جد يعني فوتت شيء على إلي صار بوجودك من يومين بإلي صار عن جد كانت روعة يعني العائلة كانت قديه كثير مبسوطة وقديه كانوا عم بيعملوا لك منشنز وقديش في إجا اتصالات لإلي إنه اف وهلا شفت إنه نحن وفيتين على الطيارة يعني هو فلبيني وعم بيطلع فيك قال لك يو أي نو يو صح ولا لا؟ أي نو يو قلت له أنا ولا هو؟ قال لي نو هي قال لي هو ليك اشهر مني تعرف كيف انا زعلت انه ليش هو مش انا بس كيف بقى شفت لوين انه فلبيني متابعك مع احترامي له يعني هو متابعك ليك من وين من هديك القاره متابعك لك اكيد عايش بدبي الزلمه بس ولكن انه سوري ما انه عايش بدبي عايش بقطر هو صح 100% فنحن بقطر ايرويز هلا تحيه لقطر ايرويز ورايحين على الدوحه فهيدا هو اللي عم بيصير الشغل اليوم شغل انت رقم تليفونك باي بلد انت موجود كيف بيحكوك الحفلات اللي بتعملهم بيتصلوا فيك هل انت ريزيدنت دي جي بشي محل حكي لي عن حالك انا ريزيدنت دي جي بقلوب الناس ريزيدنت دي جي بقلوب الناس ليك الريزيدنسي حلو كتير بس بتخنق وانا بالعكس افيلبل مع كل شيء انا نقال انا مثل العصفور انا زلمه ذا بيرد اوف ذا نايت كتبوا عني مونداليتي بال97 ذا بيرد اوف ذا نايت اون ذا ستيج رقمي هو 00961 3
499664 ادي لوغران او ادي لوغران اوفيشال اوكي ات gmail.com افيلبل لكل اعراسكم لكل مناسباتكم لكل شيء للكلوبز لوين ما كان. انا اليوم رايح على الدوحه على محل كتير حلو وعن جد لي الشرف اعمل له دعايه, اطيب محل مكسيكان فود اسمه سينيوريتا قطر, محل بيقتل, محل كتير سوبر رائع, وبدي احيي الفرقه اللي فيه الكوبيه اللي بيعملوا جو. يا ريتك اليوم, يا ريت اليوم انت بقطر لانه عن جد شيء مش طبيعي. ومعنا اليوم على الطياره نانسي نصر الله, يعني انا بفتخر فيها بضيعتي من اهم الاصوات, وفي حدا من يعني شوفوا سبحان الله لبنان وين ما كان بيروح, تايجا لبنان تايجا قطر, رايحين من لبنان على قطر لحتى يعملوا حفله كثير قويه. بدي احيي كل اصحاب النايت لايف بلبنان, بدي اقول لهم لكل المغتربين مان معلش لو بدكم تتعذبوا على المطار, لو في طبيت, لو في طقس, بس لبنان هو بلدكم, لبنان لإلكم, انتوا بترجعونا الضحكه لانه بوجودكم بلبنان صدقوني انتوا عم ترجعوا بترفعونا لفوق, انتوا اللي عم بتخلونا ننبسط مش لانه جايين عم تصرفوا, ما نحن وياكم جايبه وحده, بس نحن لحتى نقول للعالم انه نحن غصبا عن ما بريد نحن اللبنانيين مبسوطين ورح نضل مبسوطين لانه في الله معنا, في العذراء معنا, في الانبياء معنا, في من كل نحن من كل الطوائف, وفشل حدا يجيب سيره الطائفيه ومبكره واحد يقول انا طائفي, انا شيعي, انا مسيحي, انا سني, انا درزي, انا لبناني, انا بحب لبنان وين ما كنا. خيي حبيبي طنطون, تشيرز.